يلا. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من السوق الأسبوعي من مدينة بني ملال. شوفوا تبارك الله أجواء جميلة، العرض موجود تبارك الله فيما يخص يعني التوابل والعطرية يعني القطاني، الحبوب، هل العدس تبارك الله، هل اللوبيا، العدس البلدي، هل الرومي ديال كندا كيفاش نقولوا، ها الحمص تبارك الله، ها الفول، ها حب الرشاد، كاوكاو، زرعه الكتان، كلشي موجود تبارك الله. الله يبارك، الجلجلان ايضا كاين موجود. هذه سميتها حبه حلاوه والنافع، ها العطريه تبارك الله، الله يبارك، والله الا قال لك والله تنغيش لك تبارك الله. خيرات مولانا، خيرات البلاد، ها القمح، ها فارينه، كل شيء موجود كيف كتشوفوا مشاهدي قناة شوف تي في. يعني هاد التوابل موجودة، ها الجلجلان، اللوز تبارك الله، الناس كتقدى خصوصا قبل أيام قليلة على استقبال شهر رمضان المبارك، عواشركم مبروكة مشاهدينا الكرام. كوكو هو موجود، توابل، العطرية، القرقاع، اللوز، الزبيب، يعني كاع الحويجات اللي كيحتاج الإنسان في شهر رمضان المبارك. ها العدس، ها العدس، ها الحمص، ها الفول، الكاوكاو تبارك الله، كل شيء موجود، التمور، يعني اللهم بارك، اللهم بارك. الناس كتقدى الحمد لله، كاين رواج، كاين رواج في السوق الاسبوعي بمدينة بني ملال. العدس، العدس هذاك، العدس، العدس، العدس البلدي، ها العدس الرومي ديال كندا، ها الحمص بالنسبة للناس العشاق الحريرة، ها التمور، أثمنة في متناول، أثمنة في متناول الجميع. قول لي شحال، شحال التمور اخويا، شحال التمور؟ هذا اللي عندك دابا هنا شحال؟ 260. كاوكاو 400. كيداير العرض، كيداير العرض مزيان؟ كاين الإقبال، كاين الإقبال شوية في رمضان؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يبارك فيك، الله يحفظكم، الله يسخر. هلا اذا هاد التوابل، حب الرشاد تبارك الله، الاجواء جميله في الحقيقه، خصوصا السوق هذا هو واحد النقطه اقتصاديه لكل الملاليين والملاليات، كيجيو كيتقداو يعني من هنا كاع داكشي الحويجات اللي غادي يخصهم بطبيعه الحال، لا برمضان ولا بلا رمضان، يعني الناس كتقدا الحمد لله. اسمح لي اذا الحمد لله كيف كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في، القمح، ها القمح، ها فارينه، اذا كيف كتشوفوا اجي، اذا هذه الأثمنة ديال القمح، الفارينة والزرع، كلشي موجود، خصوصا أن هذا السوق هذا هو قاطرة أو نقطة اقتصادية، الثومة، البلدية، الرومية، الله يبارك. إذا غادي ننقل لكم الأجواء يعني بهذه البلاصة هذه اللي كيعرضوا فيها يعني السلع ديالهم والبضائع، خصوصا يعني المستعملة، الملابس المستعملة، الأحذية، يعني الحمد لله كلشي، كلشي موجود. صباح الخيرات، صباح النور، صباح الانوار، عواشركم مباركة مسعودة. كان الله في عون الدرويش المواطن البسيط مع رمضان، خصوصا تنعرفوا ان هذا الشهر هذا كيكون فيه الاستهلاك بكثرة وبوفرة، خصوصا في المواد الغذائية والمواد المستعملة، الفول والحمص والعدس البلدي والرومي. الحمد لله كيف شفنا يعني وكيف تابعتوا معنا، الخير موجود تبارك الله، الله يبارك. ها انتم الناس يعني الناس البسطاء يعني كيجيو لهذا السوق هذا كيعرضوا السلع والبضائع ديالهم، المتلاشيات، يعني الاحذيه المستعمله، تجيبوا يعني الاحذيه والملابس المستعمله كيعرضوها في هذا السوق هذا.
من اجل باش يصور واحد الطريف ديال الخبز اللي هو حلال. بطبيعه الحال التجاره حللها مولانا والرسول صلى الله عليه وسلم كان تاجر. اذا علموا اولادكم التجاره ولا تعلموا الاجاره. الحمد لله كيف كتشوفوا الناس كتعرض السلع والبضائع ديالها هنا في هذا السوق هذا اللي هو تسميه يعني الجوطيه. كتعمر يعني ثلاث ايام في الاسبوع السبت والحد والثلاث. يعني الناس كتجي لهنايا كتعرض البضائع ديالها يعني وكتسوق. النساء حتى هما كيجيو كيخلقوا واحد الحلقه ديال التواصل كيهضروا في مع بعضياتهم. كيف تابعنا يعني الحمد لله السلع موجوده بوفره وبكثره. العرض كاين والطلب الحمد لله حتى هو موجود. إذن كيف كتشاهدوا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في؟ الحمد لله يعني الناس كتقدى كتبيع وتشري. إذن هذه هي الأجواء مشاهدي قناة شوف تي في. هذه الأجواء اللي كتطبع هاد السوق هذا. يعني الناس كتجي كتقدى داكشي اللي خصها متلاشيات الملابس والأحذية المستعملة وأيضا الأواني المنزلية كلشي كتلقاه في هذا المكان هذا بالضبط. الله يسهل على كل واحد والله يسر لكل واحد الله يسر الأمر كل واحد كيصور طرف الخبز حلالا طيبة. الناس اللي كتخدم بعرق كتافة الناس اللي عندها نفس يعني رغم الظروف رغم يعني القساوة ديال العيش لو أنهم يعني كيبحثوا على طرف ديال الخبز اللي هو حلال ليهم ولوليداتهم باش يعيشوا ويعيشوا وليداتهم بطبيعة الحال. يعني تحية للجميع تحية لكل المشاهدين الكرام فين ما كنتوا كتابعونا بطبيعة الحال في كل المدن وفي كل الدول اللي كتابعونا منها. كان معكم عثمان غزاف مباشرة من مدينة بني منال. نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر وإلى اللقاء.